بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض ان شاء الله، وهنبتدي في الجزء الخاص بالجي كوي او الافكت اللي احنا هنعمله بناء على الافكت اللي بيحصل من العميل، وبناء عليه هنستخدم الجي كوي. ايه اللي هيحصل تحديدا؟ المفروض لما هيدوس على الايكون هنا، البار هنا، اللي بيحصل اتي ان ال ايز بتاعتنا بتنزل وبتنزل، ده ابطا واحد، ده اسرع منه، بعد كده ده اسرع، وبعد كده ده اسرع، عشان كده بينزلوا تحت بعض. وبعد كده لما بندوس عليها تاني على نفس الايكون، اللي بيحصل ان ده بيبقى ابطا، ده بيبقى اسرع، وبعد كده ابطا ابطا ابطا، برضه بيبقى بالتدريج. يعني ده ابطا في الاول وفي الاخر، عشان يبقى الموضوع كانه سلم كده بيطلع، او بستاره بتطلع باجزاء منفصله كده. طيب ازاي الكلام ده هنعمله في الكود بتاعنا اللي احنا شغالين عليه دلوقتي؟ اولا محتاجين نخلي ال اي كلها ما تبقاش موجوده اصلا، ندي لها ديسبلاي نون. دي اول جزئيه عندنا. يبقى هنا في الاول خالص هنقول الديسبلاي بتاع ال اي نون. تعالوا نشوف كده ايه اللي هيحصل معانا. خلاص مش موجوده، باين ان احنا لما ندوس على الايكون دي نخلي ال اي تنزل بالترتيب. طيب ازاي الكلام ده هنعمله؟ هنروح بقى على الملف بتاع مين دوت جي اس، وهنقول الاتي. عندنا العنصر بتاعنا اللي احنا هندوس عليه واخد اي دي اسمه كنترول، كنترول دوت كليك، هياخد كول باك فانكشن بتاعتنا، ويحصل فيها الاتي. ايه اللي هيحصل تحديدا؟ عاوزين بس نعمل اليرت عشان نتاكد ان الكود بتاعنا شغال. فهنعمل كده، هندوس عليه على كنترول. طبعا مش شغال كده، في مشكله، لان احنا ما اديناش الاي دي. تعالوا ندوس، تمام، الالرت شغال وكل حاجه زي الفل. طيب ايه اللي احنا محتاجينه بالظبط؟ احنا محتاجين ال ال اي تنزل بالترتيب، ال ال اي. طب انا عاوز احدد دلوقتي ال ال ايز دلوقتي كل واحده لوحدها. طب ازاي هجيبهم لوحدهم؟ والله الموضوع بسيط جدا بالجي كويري. هنقول الاتي، احنا عندنا الهاش لينكس جواه، اسف، الهاش لينكس جواه ال اي. انا عاوز اول واحده في ال اي اللي هي دوت ايكوال 0، هيحصل فيها الاتي. ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هنقول دوت سلايد توجل، سلايد توجل، في وقت قد ايه؟ هنخلي الوقت 750 وهننزل، يعني هي هتبقى ابطا واحده. تعال نعمل كده ونكرر الكلام ده. ايكوال بعد كده واحد، بعد كده اتنين، بعد كده تلاتة، 750، وهننزل 150 تبقى 600، وهننزل 150 يبقى 450، وهننزل آخر حاجة، آخر حاجة عندنا هتبقى 300. طيب تعالوا نشوف كده ايه اللي هيحصل لما ندوس على الأيكون. بقيت بالشكل ده، عندنا مشكلة هنا، هو انه بيظهر لنا، بيطلع لنا من النص كده، ودي مشكلة عاوزين نحلها. طيب هنحلها ازاي دلوقتي مع ال مع الـ مع مع الـ مع الكود بتاعنا، او بالستايل بتاعنا، او ايه اصلا سبب المشكله اللي خلت العناصر تظهر في النص هنا دلوقتي كده؟ يعني لما بدوس بلاقيه بيظهر لي من هنا. ليه عامل كده؟ لان انا مديله في ال ال اي هنا align items هنا center، ثانيه واحده، ال اي ويتس، وبعد كده مديله هنا في اللينجس ال align items center. فلو خلينا ال align items تبقى بالشكل ده الجزء ده، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. الاين ايتم سنتر مش هتفرق كتير معانا. لو عملنا كده بقت بالشكل ده، ايه اللي حصل معانا؟ بقى جاب لي من هنا، يعني ابطأ واحدة بالنسبة لي هنا، ابطأ واحدة بالنسبة لي بقت في الجزء ده، وده طبعا مش اللي احنا عاوزينه. احنا عاوزين طيب ايه المشكلة التانية اللي حصل معانا؟ ان احنا الجاستيفاي كونتنت سنتر، الجاستيفاي كونتنت هنعمله فليكس ستارت، فليكس ستارت. تعالوا نشوف لما نعمل فليكس ستارت ايه اللي هيحصل معانا. بقوا بينزلوا بالترتيب بالشكل ده تاني اهو، دي بقت اسرع واحده، وبعد كده دي بقت اسرع منها، بقت اسرع منها، بقت اسرع منها. طيب هل احنا عاوزين كده؟ تعالوا نشوف، معلش كده انا عامل هنا ازاي. احنا عاوزين دي اسرع واحده، يعني اسرع واحده اللي هي اول واحده اللي هي ام صفر. فاحنا كده هنبدل بس القيم، بدل ما هي دي 750 دي هتبقى 750، ودي هتبقى 300، ودي هتبقى 600، ودي هتبقى 450. 450 هتبقى بالشكل ده. تعالوا نشوف تاني نتأكد من الكود بتاعنا. فعلا بقى حصل اللي حصل،
لكن واحنا بنرفع او بندوس كليك لتاني مره، هو المفروض بيعمل سلايد توجل، فبيختفي، بيختفي برضه بسلايد. لكن لما اللي احنا شايفينه دلوقتي ان هو بيحصل مشكله في عمليه الاختفاء. ليه بتحصل مشكله في عمليه الاختفاء؟ لانه اول واحد اسرع واحد مثلا، فبيتدخل مع اللي بعد، بيختفي وبعد كده التاني يروح داخل ياخد مكانه، عشان احنا عاملين ديسبلي فليكس، فبتحصل مشكله. طيب نعمل ايه وايه الحل للمشكله دي؟ الحل بسيط جدا، ايه رايكم لما ندوس على الايكون دي نديلها كلاس اسمه شو، نديلها كلاس اسمه شو، ولو شو موجود نخليهم ينزلوا بالوضع الطبيعي اللي هو ده، ولو شو مش موجود نعكس التايم بتاع الوقت بتاعهم، الاسرع واحده تبقى ابطا واحده وهكذا. وبالتالي لو دي بقت ابطا واحده وهي بتطلع، مفيش حاجه هتيجي، هو هتاخد مكانها، هتفضل هي ابطا واحده. اوكي، وده اللي احنا محتاجينه. طيب ازاي الكلام ده نعمله؟ احنا هنقول والله، هنقول this، نقول له this dot add class، برضه بالجكويري، والكلاس هنسميه show. بس تعالوا نشوف هل هياخد الكلاس ده ولا لا. لو عملنا كده، تعالوا نعمل دوت اد كلاس، غلط، اد كلاس، تعالوا نعمل انسبكت اهو، نعمل انسبكت على العنصر ده، بالفعل خد كلاس شو. طيب انا عاوز استخدم كلاس شو بقى، هل فيها كلاس شو ولا لا؟ يعني دي برضه انا محتاج اعملها، يعني الايكون فيها كلاس شو؟ لو الايكون فيها كلاس شو معنى كده ان هو بيطلع لفوق، معنى كده ان هو المفروض لما هيدوس عليه هيختفي، تمام. طب لو ما فيهاش كلاس شو، يعني لسه فاتحين الصفحه حالا دلوقتي، لو ما فيهاش كلاس شو معنى كده ان هو بينزل، هياخد الوضع الطبيعي. فانا هعمل هنا شرط، الشرط ده عباره عن if and this dot has class show، has مش add class، لا has class، برضه بالجكوري، has class show، لو فيها class show اعمل الاتي، لو ما فيهاش اعمل الاتي، تمام. else لو فيها class show هنقلب بقى القيم دي، القيم اللي انا عاملها دي هتتقلب دلوقتي، اوكي. ولو ما فيهاش هنعمل الاتي، هادي هناخد هنا نقول له this، لو هنا هنقول له لو فيها كلاس شو اعمل حاجه، لو ما فيهاش كلاس شو حط لي كلاس شو، عشان بعد كده استخدم دي في الشرط برضه لتاني مره. تاني لو فيها كلاس شو هنا هيستخدم، هنبدل التايم هنا، لو ما فيهاش كلاس شو هيبقى 300 450 600 750، وتعالى نشوف اللي هيتم بالظبط دلوقتي. لو انا عملت كده طبعا هي ايه اللي حاصل فيها؟ هي ما فيهاش كلاس شو، تمام. محتاجين نبدل التايم هنا، ادي ال 300 ده هيبقى 750 ويبقى ابطا واحد، وده هيبقى 600، وده هيبقى 450، وده هيبقى 300، اخر واحد هو اسرع واحد، قلبنا التايم مش اكتر من كده. وهنعمل الاتي، هنيجي هنا نقول له ريموف كلاس شو، بدل اد كلاس نقول له ريموف كلاس شو. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل معانا، نعمل كده بالفعل، دي بقت اسرع واحده، وبعد كده ده، وبعد كده ده، وبعد كده ده، اوكي، وبعد كده ده بقى اسرع واحد، والاخيره بقت ابطا واحده زي ما انتم شايفين، اخر واحده هتبقى ابطا واحده برضو، تمام، اسرع واحده في الاول وابطا واحده في الاخر، وهو المطلوب اثباته كده. احنا عملنا الجزء الخاص ده، بقى لنا جزء كمان، جزئيه ان احنا لما ندوس اساسا على الايكون، الايكون الكلاس اللي فيها بيتغير بتاع الفونت اوسم بيبقى اف اي كلوز، فاحنا محتاجين دلوقتي نخلي الكلاس، نضيف الكلاس اللي هو بتاع الاف اي كلوز. طب هنعمل الجزئيه دي ازاي؟ تعالى كده نشوف، احنا في الوضع الطبيعي الايكون نفسها فيها كلاس اسمه اف اي بارز، تمام، بالشكل ده. ما تيجوا برضو نعمل شرط، نعمل كونديشن، والكونديشن ده يتحقق برضو لما ادوس على الكنترول، هنقول له اف برضو، اف نفس اللي فوق لكن مع اختلاف الكلاس، هقول له اف اس لو فيها اف اي بارز هنعمل الاتي، ايه اللي احنا هنعمله؟ هنريموف الكلاس اللي اسمه اف اي بارز وهنغيره باف اي كلوز، ده كلاس في الفونت اوسم عادي جدا. يعني انا هاجي هنا اقول له this dot add class، this dot remove class الاول اهو، this dot remove class اف اي بارز، وبعد كده this dot add class اف اي كلوز، add class اف اي كلوز، والعكس بالعكس،
else اعكس الموضوع، رجعه بار تاني ونشيل الكروز. نيجي هنا نقول له هات اد بقى الاف اي بارس وشيل الاف اي كلوز. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل معانا. اول ما نعمل كده اتحول زي ما انت شايف بقى كلوز، وبعد كده رجع اتحول ورجع اتحول وندوس غلط فيرجع كده. جميل، احنا خلصنا الجزء الخاص بالجافا سكريبت او الجي كويري كله، مش محتاجين نعمل اي حاجه تاني. باقي اخر جزء عندنا، وده هيبقى في فيديو منفصل لوحده تمام، هو جزئيه الريسبونس. فانا لما اصغر دلوقتي هيبقى شكله مش لذيذ خالص. احنا عملنا كده اولا، اسف انا في الجزء ده، احنا عملنا كده هيبقى طبعا تاني بايظ خالص زي ما انتم شايفين، فمش لطيف نهائي. فمحتاجين نشتغل على الوضع الطبيعي. لو احنا صغرنا هنا، اصغر برضو هنا واعمل ريلود، عملت كده بقيت منيو عادية جدا بالشكل ده، فما فيش مشكلة. احنا بقى نبقى نكبر ونعمل كده بالشكل ده. طب ازاي هنعمل الجزئية دي؟ تعالوا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.